في حلقة مش فاشل بس مريح حبتين، اتكلمنا عن وقوف الإنسان مكانه وعدم تحركه بالرغم من وجود رغبة الفعل جواه. هبقى أسيب لك اللينك تحت الفيديو، لو ما شفتهاش شوفها وتعالى. النهاردة بقى أنا جاي أحكي لك عن نشيط. النشيط ده شخصية كده زي اسمه، نشطة جدا ومفعمة بالحياة، ودايما بيدخل أي هدف في حياته هو في قمة الحماس والشغف، ولكن بيمر بس شوية وقت وبتلاقي انه برضه وقف تاني، بل واحيانا هرب. لاحظ هنا ان ده نسخة افضل شوية من الحلقة اللي فاتت، لان ده بيتحرك بالفعل، بس مشكلته انه ما بيوصلش، مع ان اللي بيشوفه هو بيبدأ يقول ده اكيد هينجح، لكن اللي بيحصل عكس كده تماما. طيب تعال الأول نفهم طبيعة الشخصية دي، علشان لو بتنطبق عليك أو على صديق ليك تحاول تتخلص منها، لأنها ممكن تكون شخصية مبدعة بجد لكنها بتضيع نفسها من غير ما تشوف. واحد، دايما هتلاقي الشخصية دي بتحكي عن أهدافها كتير جدا قبل حتى ما تبدأ لناس كتير، وده ببساطة نوع من استعجال لذة الشعور بالنجاح، يعني عاوز الناس تحتفي بيه وبنجاح هو لسه حتى ما حققهوش. 2، التخطيط المبدئي للهدف عنده بيكون سطحي جدا وغير متعمق، لانه ببساطة باصص على هدف كبير ومستعجل عليه، فما بيعطيش وقت كافي للتخطيط، هو عاوز ينطلق وبس. 3، لو حط خطة للهدف، وده نادر لما بيحصل، هتلاقي انه بيركز في خطته على تفاصيل صغيرة جدا ويمكن مش ضرورية لأنها ببساطة سهلة، أما الأشياء اللي محتاجة مجهود فدايما بتتأجل أو بيحاول بقدر الإمكان أنه يهرب منها. 4، دايما هتلاقيه بيفكر كتير جدا لكن فعله دايما ضعيف. عرفت طبيعة الشخصية؟ تعال بقى نشرح الموضوع ده بيحصل إزاي. بص يا سيدي، عندنا شخص دخل قاعة كبيرة، أول ما دخل شاف كرسي فاضي فقعد عليه وقال بس أنا كده تمام. بعد شوية بص لبقية الكراسي فحس إن في كرسي تاني أحسن، فأمن على الكرسي ده وقعد على الكرسي ده، وشوية ولقى كرسي تالت ورابع فكرر نفس الموضوع. لاحظ بقى يا سيد يا محترم إنه ملحقش يستقر في ولا كرسي من دول، هو بس فضل يتنقل من كرسي لكرسي لكرسي لكرسي، فببساطة ملحقش يعرف مميزات أي كرسي من دول، لا قدر يستفيد منه ولا يتعلم عنه بما يكفي، هو بس عجبه الشكل الظاهري له، والإعجاب بالظاهر دايما بيخليك ببساطة لما تبدأ تتعب مع كرسي منهم تسيبه وتشوف غيره، لأنك فاكر إن غيره هو الأقل تعبا وإنك هتلاقي نفسك فيه أكتر، وتدور في نفس اللفة من تاني ولف بينا يا دنيا. لكن الحقيقة بقى يا سيد يا محترم ان كل الكراسي دي ممكن تكون فعلا احسن من بعض لو اديت لكل كرسي حقه، قعدت فيه المدة الكافية مثلا، وبذلت من المجهود القدر اللي يخليك ما تملش منه كل لما يتعبك، لانك طول ما انت لسه ما وصلتش للنجاح المطلوب هتبذل مجهودين، مجهود علشان تتقدم وتتطور، ومجهود تاني علشان تقاوم اليأس والاحباط، لان زي ما قلنا مفيش ولا كرسي منهم مش متعب، بس كل كرسي فيه كتير غيرك هيكون عاوز يقعد عليه. طبعا انت دلوقتي فهمت اننا بنتكلم عن حياتك، وان الكرسي ده مجرد تبسيط للفكرة، واللي بنشرحه ده هو السبب الرئيسي لضياعك في المحاور، وهو التشتت لكثرة المدخلات. ايه الكلام الكبير ده بقى؟ بص يا سيدي، في الفترة الحالية المدخلات لعقل اي شاب زي حالتي في العشرينات او الثلاثينات كبيرة جدا، وبنشوف نماذج ناجحة كتيرة جدا في اكتر من مجال، فبكل بساطة بدافع الطموح بنبص على الصورة النهائية اللي ظاهرة من غير ما نخش في التفاصيل. أنا هنا بقى مش بقولك لازم تتعب علشان توصل للي هو وصله والحاجات دي، لكن أنا عاوزك تغير زاوية الرؤية. أنت لما بتشوف نموذج معين مش بتقول أنا عاوز أنجح في المجال ده، لأ، لكن أنا عاوز أكون زي الشخص ده، فبتبدأ تتحرك في محاور حياتك وانت راسم صورة عاوز توصل لها، مش حاطط خطة لطريق عاوز تمشيه، فاللي بيحصل انك بعد فترة بطاريات شغفك بتنزل وبتمل، لانك ما بقتش زي الشخص اللي انت بصيت عليه. تأكد بقى يا سيد محترم ان في فرق كبير جدا بين واحد بيبص على المهارات والخبرة وبيحاول يكتسبها، وواحد تاني بيبص على نتائج المهارات والخبرات دي مش اكتر، وبعد شوية بتجرب كرسي تالت ورابع
وانت هنا مش اللي بياخد خبرات مختلفة من القعدة على الكراسي، انت هنا للأسف اللي بيسيب الكراسي أساسا من قبل ما ياخد منها خبرة. ومع كل كرسي بتقعد عليه وتسيبه، هو برضه بيسيب جواك جزء انت عاوز تنجح فيه، فبتبقى عايش وجواك مجموعة أشخاص كل واحد فيهم عاوز ينجح في حاجة، وكل واحد منهم بيشدك شوية. وضيف عليهم حبك لاستكشاف حاجات تانية بتحاول تهرب بيها من كل الشخصيات القديمة اللي مش عارفة تنجح، علشان تلاقي مبرر لعدم النجاح بانك لسه ما لقيتش الشخصية اللي فعلا المفروض تكون حياتك اللي هتكمل عليها، فهتلاقي نفسك سبت الكرسي ورحت قعدت على كرسي جديد. طيب علشان نحل المشكلة دي نعمل ايه بدل ما احنا عمالين نشيل في كراسي ونحط في كراسي؟ بص يا سيدي، لازم تتأكد انك باصص على طريق او سلم، واوعى تبص على شخص في النهاية علشان نفسك، لان النماذج كتير، فما تتشتتش. وعشان لما تحب تكمل سعي تبص على السلالم اللي فاضلة، ولما تحب تحس بالانجاز تبص على كل سلم انت عديته فعلا. وافتكر ان اي طريق نجاح لازم يكون صعب، لان ده الفلتر اللي من خلاله بيصفي مين بيكمل ومين لا، لان لو سهل كان في مليون حد زيك نجح فيه. الحاجة التانية هو انك تلاقي الدافع او المحفز اللي يخليك تكمل على طريقك، واللي لو فكرت تقوم من على الكرسي يرجعك تاني. الحاجة التالتة، لو عاوز تنجح نجاح قوي في هدفك لازم تشاركه، ان مفيش حد فاهم في كل شيء ولا يقدر يعمل كل شيء لوحده. حتى لو حب الشعور بالانجاز قوي، فوجود شخص اخر لا يقلل ابدا من الانجاز. نقطة اخيرة نقفل بها الحلقة، ربنا سبحانه وتعالى كتب لكل واحد فينا مخزون من كل حاجة في حياته، ومنها طبعا طاقتك اللي انت بتهلكها في كراسي جديدة، مع انك ممكن تكون عارف فعلا الكرسي المناسب ايه بس خايف تواجهه او مستصعب الطريق. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه مش بيعطينا او بيدلنا المخزون الطاقة ده كله مرة واحدة علشان ما نخلصوش ونعيش بقى باقي العمر مطفيين، ولكن دايما بتاخد شوية، ولما يخلصوا ممكن تمر بفترات زعل او عزلة عادي، وبعدها بتلاقي ربنا امدك بقدر جديد من الطاقة علشان تقدر تواجه العالم من جديد. فبلاش كل ما تاخد مخزون جديد تطيره على كرسي انت عارف انه مش بتاعك، لان الكراسي ما بتخلصش، لكن طاقتك هيجي يوم وهتخلص. ياريت تاخد بالك من كلامي كويس، علشان لما تسأل نفسك انا رايح فين ما تكونش اجابتك انا راجع تاني. كل امنياتنا لكل الناس انها تلاقي طرقها الحقيقية، وربنا ينجينا وإياكم من الشتات. دي كانت نهاية حلقة أنا رايح فين أنا راجع تاني، وإنت كنت بتتفرج على ورقة. لو الحلقة عجبتك شير وفولو ولايك، ولو أنت على اليوتيوب تابعنا أول بأول، وما تنساش طبعا السبسكرايب عشان تشوف الحلقة قبل ميعاد نزولها على باقي المنصات، وهتلاقي باقي لينكاتنا تحت الفيديو. سلام يا صديقي.